أشكر جميع الحضور الكريم اللي حش اليوم من أجل مساندة الأطفال والأم الحاضنات، الحركة الحقوقية والنقابية والهيئات السياسية الديمقراطية. ولازلنا بطبيعة الحال سندخل في محطات نضالية متاحة ومشروعة قانونيا. سنصعد إذا لم تلبي هذه الإدارة المطالب المشروعة ديال الأطفال والأمهات الحاضنة، ولنا لقاء في محطات نضالية. الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، سنقول إلى المديرة اللامسؤولة كلمتين: إما أن تتراجع عن هذه القرارات التي اتخذتها والتي تعتبر لامسؤولة لا إدارية، وإما أن الشبكة مستعدة إلى أن تأخذ جميع النضالات مشروعة بما في ذلك مبيت ليلي. وشكرا للجميع. ولادنا في خطر، هذا عار هذا عار. ولادنا في خطر، هذا عار هذا عار. ولادنا في خطر، هذا عار هذا عار. ولاد الشعب في خطر، هذا عار هذا عار. شكرا للاخوه والاخوات، وحنا راه مازال غنقاوموا على الباعون، وممكن غادي نمشيو للتصعيد، والتصعيد هذا الخطر غادي يكون بطريق الاعتصامات. وممكن كيف قال الاخوه ديال الحركه الحقوقيه، يمكن غادي يكون المبيت، ويمكن يكون اطار الطعام، ويمكن حتى المسيرات اللي المسيره اللي لانها تجوب شوارع مدينه الجديده، ويمكن تكون وقفه حدا عماله اقليم الجديده. بالوحده شنو واقع في هذه البلاد هذه؟ خاصو يعرفوا شنو واقع في هذه القريه هذه. هذه القريه لان هاد الاطفال وهاد الابناء وهاد الامهات تا هما راه ابناء ديالو، وهاد الامهات هاد الامهات الحاضنات تورا مسؤول، والمسؤول الاول عليهم، والمسؤول الاول اللي خصو يحميهم. ومن هذا المنبر كنبغيو جميع الدول الحيه في البلاد كلشي انه يضمن عاد الوليدات هادو. كنطلبوا من المسؤولين يخدموا انهم ضمير ديال التبصر وديال التعقل، ويردوا هذه الاداره الجائره، يردوها للطريق، ويردوها الى طريق الصواب، وتراجع القرارات الجائره والتعسفيه ديالها.